ينضم إلينا من باريس الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية جون بيير ميلالي. مرحبا بك أستاذ جون بيير عبر سكاي نيوز عربية. نحلل معك موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باتصال هاتفي مع عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي بني غانتس، يدعو فيه إلى عدم التصعيد خاصة في لبنان. هل برأيكم من مستجيب لدعوات الرئيس الفرنسي، هو الذي يدعم إسرائيل منذ 7 أكتوبر لكنه يدعو إلى عدم التصعيد في الداخل اللبناني؟ أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. لا شك أن الموقف الفرنسي مع التطورات الأخيرة أصبح صعبا، لأن يجد نفسه بين نارين مع هذه العملية الجريئة والناجحة ضد عدو كبير من حماس في المنطقة التي تسيطر عليها حزب الله. هذا ما يعقد الأمور. وتأتي هذه العملية بعد أن عبرت فرنسا عن حذرها أمام القيادة الأمريكية في البحر الأحمر. هذا يدل على الموقف الفرنسي حساس جدا. وزير القوات المسلحة الفرنسي سيباستيان لوكورنو قد أمضى رأس السنة مع الجنود الفرنسيين الموجودين في دير كفاف في جنوب لبنان، وعددهم لا بأس به وهو 700، وأنذرهم بأن الموقف قد يصبح خطيرا جدا بين ليلة وضحى. نعم سيد جون بيير، كيف تنظر إلى يعني الانتقادات التي يوجهها ماكرون، إلى التصريحات التي تتحدث عن أنه يجب تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة؟ هناك وزيران متطرفان في حكومة نتنياهو يتحدثان أنه التهجير ضروري وأنه فليذهبوا إلى بلدان تستقبلهم. موقف فرنسي مشابه للموقف الأمريكي، هل تعتبر أنه قد يكون هناك أي تنسيق بين الطرفين في هذا الملف، ملف تهجير الفلسطينيين؟ هذا صعب القول الحاسم فيه، ولكن مثل ما ذكرت الموقف الفرنسي هو عبارة عن مشي على الحبال، بمعنى أن يحاول الرئيس الفرنسي الحفاظ على التوازن في التصريحات بين الموقف الإسرائيلي والمعاناة الفلسطينية. وأضيف إلى ذلك إلى أن الروابط العميقة بين فرنسا ولبنان تجعل فرنسا في موقف حرج أمام كل توسيع للنزاع إلى الحدود اللبنانية، مع العلم أن الاختراق الأمني الذي يمثله اغتيال العروري يدل على أن لا يمكن لحزب الله أن يتدخل في معركة مواجهة مع إسرائيل على الأرض اللبنانية. وسنرى مساء اليوم ماذا يعلن حسن نصر الله، أو ماذا يقول وكيف يعقب على الحادثة. للعودة إلى العلاقة بين فرنسا والولايات المتحدة، لا شك أن الولايات المتحدة لها دور رئيس في كل هذه الحرب، ويبدو لي أن الرئيس الفرنسي يحاول أن يحافظ قدرا من التوازن ومن الاعتدال في ظروف صعبة جدا. سيد جون بيير، هل ترى أن هناك أي تغيير في رؤية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ أو بعد هجوم 7 أكتوبر حتى اليوم بعد مضي 3 أشهر؟ يعني كانت له مواقف واضحة بأنه يتضامن مع الموقف الإسرائيلي. منذ أسبوعين أو أقل من أسبوعين بدأ يتحدث عن أنه أعداد غير مقبولة من القتلى المدنيين، أوضاع إنسانية كارثية في غزة. هل ترى أن هناك أي تغيير بمزاجه؟ مزاجه السياسي.
هناك تغيير في التصريحات، يعني بعد أن عبر الرئيس تضامنه وتضامن معظم الفرنسيين لما عانى به الإسرائيليون في مدينة سديروت وجوارها، أراد أن يعبر عن موقف متزن، لأن حدود وغايات العملية الإسرائيلية غير محددة، وهذه هي النقطة الخطيرة. عندما يصرح أو يصرح وزير الدفاع الإسرائيلي أنه على حرب في 7 جبهات عسكرية، هذا يدل على أن كل الاحتمالات مفتوحة، ويبدو أن مع اغتيال العروري دخلنا أو خضنا في مرحلة ثانية للنزاع، مع مواصلة العمليات الحربية في غزة من جهة، ولكن متابعة قيادي حماس في كل أرجاء الشرق الأوسط. وعندما نلاحظ أن في تركيا تم القبض على مجموعة من المجندين للموساد في تركيا، هذا يدل على اختراق الأمن الذي حصل به الموساد في الشرق الأوسط، وهو أمر خطير للاستقرار في المنطقة. هل تعتبر سيد جون بيير أنه لدى فرنسا أو لدى الرئيس الفرنسي القدرة على الضغط ويعني إبداء رأي أو وجهة نظر مغايرة تجاه الحرب في إسرائيل، أم أنه سيبقى كما ذكرت، يعني كما استخدمت تعبير، أنه لعب على الحبال، تردد في التصريحات أو محاولة الموازنة في التصريحات؟ والحق يقال من الصعب أن تتميز فرنسا بموقف صارم وأن تضغط على الموقف الإسرائيلي، إذ حتى في الحكومة الإسرائيلية هناك وزير طرد بعد أن صرح بأن لابد من تحقيق معمق فيما حدث في 7 أكتوبر. هذا في قلب الحكومة الإسرائيلية. ثانيا، إذا نظرنا بالعلاقة الإسرائيلية الأمريكية، لقد لاحظنا أن الأمريكيين تابعون وليسوا مدبوعين في هذه الحرب، يعني يساندون الموقف الإسرائيلي بغض النظر عن الخطورة الكبيرة للمواقف أو بعض المواقف الإسرائيلية في هذه الحرب. شكرا لك، الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية جان بيير ميلالي.